الأصل في الخطب التخفيف، لكن ما هو هذا التخفيف؟ التخفيف أمر نسبي، وليس معنى ذلك أن التخفيف ما يفعل من إلقاء الخطبة هكذا دون تحضير ودون إعداد كما يفعل من قبل البعض كأنه أمر ثقيل على رأسه يريد أن يتخلص منه. والله إن كل خطيب لمسؤول أمام الله ولسيما في هذا الزمن عما يقوله. لما؟ لأن الناس يجلسون لك، وهو الوقت الوحيد الذي يأتي المسلم من طوع اختياره وقد فرغ قلبه ووقته لك من أجل أن يسمع منك خيرا. أما أن تلقى الخطب من قبل بعضهم هكذا على أنها خطبة وانتهى الأمر دون أن يخرج الناس من غير فائدة فإنه محاسب.